طب كابتن، عايزين نتكلم عن امبارح، نتكلم عن مباراة فاركو امبارح. يمكن خسارة قاسية وغير متوقعة، شفت الخسارة امبارح ازاي؟ المفروض اي حد يشوف خسارة زي دي باحباط بسلبيات كتيرة. المفروض احنا نشتغل على سلبياتنا دي. المفروض انا شايف اللي هو حافز ان احنا داخلين على بطولة تانية المفروض نركز فيها افريقيا. امل ناس كتيرة اوي في مصر وفي افريقيا، زملكاوية كتير نفسهم بطولة زي دي ترجع ناي تاني. مثالي لازم تبقى خسارة امبارح دي لازم نتعلم منها كويس، نركز نبدأ نشتغل على اخطائنا كويس، نبدأ نشوف ايه السلبيات اللي موجودة في التكتيك او اسلوب اللعب او طريقة اللعب او ايه مفاتيحنا اللي احنا المفروض نشتغل عليها عشان ماتش الجمعة مهم جدا بالنسبة لنا. سلبيات كتير بس لازم نتعلم منها كتير. صحيح. طيب لو هنتكلم عن خسارة امبارح، يمكن أي خسارة بيبقى ليها أسباب، وعادة بيبقى ليها عدة أسباب. مباراة امبارح كان ليها عدة أسباب، يمكن أداء اللعيبة. خلينا نبدأ بأداء اللعيبة وناخد الأسباب واحدة واحدة. لو هنبدأ بأداء اللعيبة امبارح، يمكن شفنا أداء اللعيبة امبارح كانوا شبه أشباح في الملعب، ما كانوش لاعبين، افتقدوا الروح والحماس والأداء وكل حاجة. شفت ده ازاي؟ تعرفي ان يوم مش يومك، وفي اول دقيقه حسام عبد المجيد يغلط غلطه هتيجي جون فيكي، بعديها بدقيقتين ثلاثه يجي في جون تاني، يعني في خلال 7 8 دقائق دخل فيك جونين. وكمان اصلا يوم مش يومك، جو التوتر كمان اللي موجود ان احنا مش عارفين نعيد لعبتنا، مش عارفين نحط صفقاتنا اللي احنا حطينا في مواعيدها المظبوطه دي. هنتكلم عن النقطة ديت بالتفصيل، بس يعني كنت بتكلم النهارده في الانترو ان انا مش عايزة احط برضو كل اللوم على القصة ديت، يعني ما في لوم كبير على انتي اللاعبين. صح، انتي صح ممكن، بس في نفس الوقت في اجواء حواليكي نفسيه هي اللي بتخليكي تساعدي ان انتي اكيد تبقي كويسه او مش كويسه. لما تبقى الاجواء اللي حواليكي مستقره ومفيش توتر وعارفه ان انتي هتبداي دلوقتي في اماكن في الملعب انتي محتاجاها مش موجوده هتبقى موجوده، هيبقى عندك ثقه كتيره، هتبداي تشتغلي شغل معين في الملعب ده هيفرق معاكي. الكلام ده كله منعكس على اللعيبه، اللعيبه في توتر حواليها بسبب القيد ومش القيد والاتحاد والتعنت والكلام ده. كل الاجواء دي بترجع برضك في الاخر للفنيات، لان انت اصلا لعيب الكوره 50 60% نفسيا قبل ما يكون فنيا. لما صحيح. تشتغلي في اجواء نفسيه كويسه هتدي كويس. في نفس الوقت امبارح الاجواء ما ساعدتكيش، انت في اول دقيقتين يخش فيك جون، بعد كده كوره باندت الشوط عواد مثالي. ليه عندنا مشكلة دايما، او مش دايما، ليه عندنا مشكلة مؤخرا في القصة ديت، في قصة ان احنا لما بنتأخر وبيدخل فينا هدف ما بنلحقش نفسنا، ما بنعرفش ان احنا نلحق نفسنا وان احنا نستعيد الثقة تاني وان احنا نلعب ان احنا نفوز. ليه دايما ده بيأثر علينا بشكل سلبي بشكل كبير؟ يعني ده نفس الكلام اللي حصل في مباراة أسوان الأخيرة، في مباراة غزل المحلة، نفس السيناريو. فليه بقى عندنا مشكلة في دي الحتة دي؟ الحاجات دي بترجع للحاله النفسيه والذهنيه. لازم انا لعيب كوره ابقى مهيئ لعيبتي كلها نفسيا وذهنيا كويس. ان انا دلوقتي نفسي لما بتكلم على لعيب في نادي الزمالك، انت لعيب في نادي الزمالك ايه يعني يخش في الجون في اول دقيقه دقيقتين ثلاثه؟ لازم انا امسك كوره واجيب وافرض سيطرتي وابدا اشتغل على النقط دي. لازم نفسيا نتكلم كتير قوي الفتره اللي جايه دي بالذات، لان الماتش الجاي مهم جدا. محتاجين نشتغل بتكاتف شويه. انتي بصي امبارح في نقطه انا عاوز اتكلم فيها، معلش يعني اتفضل. أكيد. هدخل فيها موضوع فيريرا اللي بيتكلموا عليه. الراجل اصلا بقاله يوم ما حضرش غير تمرين يوم واحد، الراجل اصلا مش مسؤول عن ماتش امبارح، الراجل جاي يقعد يتفرج بس عشان هو هيبدا شغله ومهام شغله من اول صحيح. جديد في ماتش بلوزداد. تخيلي ان كل الكلام من امبارح لغايه دلوقتي فيريرا قاعد كده ما بيعملش حاجه.